BTN record BTN pause lar. السلام عليكم ورحمة الله. مشتركات مجموعة معلوماتي، أهلا بكم إلى هذا الشرح اللي راح نتكلم به عن إحدى فقرات الإعدادات اللي هي طرق النطق. طرق النطق بها فائدتين. الفائدة الأولى أنه إحنا نقدر نتخلص من الكلمات المزعجة مثل يتعذر نطقه اللي تسبق أسماء التطبيقات اللي تبدأ بحرف كبير، وأيضا ممكن أنه إحنا نعدل بكيفية نطق الناطق لبعض الكلمات اللي ما ينطقها بطريقة صحيحة. راح أروح الإعدادات. إرسال الإعدادات العامة مع الجهاز. الإعدادات متصفح بحث أمزين نما وايف بلوتوث خلوي نقطة تاني في بي الإشعاع الأصوات وعدم الإزعاج مدة استخدام عام زر تم الاختيار الإعدادات عام حول تحديث الإيرج هاند أوف كار بلاي زر الشاشة إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة تم الاختيار عام زر إمكان الرؤية فويسيلفر مشغل زر تشغيل إمكانية الوصول فويسيلفر فويسيلفر ينطق قم بالضغط اضغط مرة قم بالمس ممارسة فويسيل سرعة الكلام سرعة الكلام التكلم زر ندخل على التكلم. طبعا هو راح ينطق لكم اياه التكلم ولكن انا عدلته بطرق النطق. تم فويسيلفر زر الرجوع التكلم تحرير نبحث عن طرق النطق طرق النطق وندخل تم الاختيار التكلم زر الرجوع. هسه احنا دخلنا على طرق النطق. طبعا انا مسوية هواي كلمات وموجودة حاليا هي ضمن قائمة، ولكن احنا خلينا نروح شلون نسوي هاي الكلمات. طرق النطق عنوان هذا عنوان انا سحبته من اليمين لليسار. اضافه كلمه اضافه طبعا هاي الكلمه موجوده اعلى الشاشه على اليسار. ننقر عليها نقطتين حقل النص جاري تحرير ادخال النقطه في البدايه مباشره فتح لي حقل نص. هذا الحقل اكتب به العباره، واكو حقل ثاني بعده مباشره هو حقل البديل. اوكي البديل حقل النص نرجع عباره حقل النص على حقل العباره. الحقل الأول نكتب به الكلمة اللي إحنا ما نريدها أو الكلمة اللي نريد نصححها هي فقط من دون أي إضافات، لا نحط مسافات ولا نحط نقاط ولا حركات ولا أي شيء، مثل ما هي مكتوبة. أوكي عندنا مثل كلمة يتعذر وكلمة نطقه، طبعا كل واحدة نسوي لها إضافة خاصة بها. أوكي نكتب يتعذر اللي هي ياء 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 تاء نون تاء 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 عين عين ذال 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 راء راء راء. هاي المسافة مسافة يتعذر هذه ما نصير نحطها. اوكي هو قال لي سيتعذر، انا تاكدت من الكلمة ارجع مسحة واحدة فقط حذف مسافة امسح المسافة، لان اذا حطينا مسافة ما راح تنجح هاي العملية. زين قم بالاملاء او التوقف العبارة حق العبارة جاري تحرير يتعذر نمط الحرف اسحب من اليمين اسحب من اليمين لليسار البديل حقل النص البديل ننقر عليه نقرتين نقطة تانية الادخال في النهاية. حاليا مريت كلمة يتعذر اصلا ما نريدها، فشو نخلي بدالها؟ نخلي بدالها المسافه فقط مسافه. اوكي وننقر على كلمه رجوع مسجل الصوت طرق النطق زر الرجوع زر الرجوع ننقر عليه خلاص التكلم زر الرجوع. وصلنا من كلمه يتعذر نروح ايضا اضافه مسجل الصوت اضافه زر. مره اخرى اضافه حقل النص حقل جاري النص. ايضا نكتب بها المره نطقه الحروف هي شنو نون واو نون نون طاء املاء طاء طاء قاف 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 وهاء هاء هاء فقط. يعني هاي المسافة مسافة نطقه نطقه نمسحها هاي المسافة حذف مسافة بالحقل الثاني حقل البديل نضع قم بالإملاء أو التوقف اللغة قم البديل حقل النص نقطة تانية الإدخال في النهاية مسافة فقط مسافة خلاص. راحت كلمة تعذر وراحت كلمة نطقه، بعد ما راح نسمعها بالتليفون طبعا بالمناسبة. اي شيء بعد، حتى لو تجيكم مقاله تجيكم رساله تجيكم اي شيء تقروا بكلمه يتعذر او كلمه نطقي فما راح يقراها الناطق. اوكي لان احنا شلناها من كل التليفون. خلينا نسحب نشوف شنو اكو باي اضافه احنا نريد نضيفها. شنو نلقى خيارات بالاسفل؟ املاء الاملاء ما صاحبي لو حتىني المفاتيح التاليه انجلش سوري هنا حقل النص قم بالاملاء او الترجمه كيف تريد هذه العباره، لان ما راح ينطقها بشكل صحيح. احنا الافضل انه بحقل النص نكتبها. اوكي لوحة العربيه المملكه العربيه السعوديه نختار اللغات، يعني هاي احنا سويناها وين نريدها تمشي ويا لغه، فبما انه احنا كاتبين بالعربي خليها على العربيه. نسحب بعد الاصوات الكل زر الاصوات الكل على كل الاصوات اللي احنا مختارين. تجاهل الحاله تشغيل تجاهل الحالة خلوها على التشغيل. تطبيق على كافة التطبيقات تطبيق تشغيل. على كافة التطبيقات يعني شنو؟ يعني احنا نريد هذا اللي احنا سويناه تغيير يكون فقط بتطبيق معين، لو اي تطبيق احنا ندخل عليه راح يكون هذا التغيير موجود. يعني مثلا انا احيانا اخو كلمة بتطبيق معين ما اريدها
ما أريد يقرأ لي مثلا كلمة تحرير فقط بالواتساب، ما أريد يقرأ هاي الكلمة، فأني من أسوي تحرير بالحقل الأول وبالحقل الثاني مسافة، فقط على الواتساب ما راح يقرأ لي هاي الكلمة، من أروح على التطبيقات الأخرى ألقاها موجودة. فشلون نختار؟ جيم. الأصوات الكل تجاهل الحالة، تطبيقي على كافة التطبيقات، تشغيل، تشغيل إذا نطيها متوقف، متوقف نسمع. تطبيقي على عنوان زين، من انطيتها متوقف فتح لي عنوان اللي هو يختار لي شنو التطبيقات اللي احنا موجودة. تطبيقي على عنوان زين. تطبيقي على كافة التطبيقات أنا متوقف، أنا انطيها تشغيل، تشغيل زين، وانطيها رجوع مسجل الصوت، طرق النطق زر الرجوع، طرق النطق التكلم زر الرجوع. هاي إذا احنا كنا ما نريدها، شلون نعدل على الكلمات؟ مسجل الصوت إضافة، ننطي إضافة، إضافة حقل النصب جاري التحرير إدخال النقطة في البداية زين. بالحقل الأول مثل عندنا بعض الكلمات الناطق ما يقراها بشكل صحيح، مثل كلمة مجلد يقراها مجلد أعتقد، يعني المهم ما يخلي الشدة اللي موجودة بها، فإحنا راح نكتب بالحقل الأول مجلد، قلنا بدون حركات وبدون نقطة وبدون مسافة وبدون أي شيء. كاف ميم ميم جيم جيم باء لام لام دال دال، خل أحط مسافة، مسافة مجلد، قال لي مجلد زين، أمسح هاي المسافة، تاء مربوطة حذف مسافة، أروح أبحث عن حقل البديل، قم بالإملاء أو التبقى اللغات، قم البديل حقل النصب البديل لنقرأ علينا نقطة الإدخال في النهاية. شو راح نكتب مجلد بالطريقة اللي المفروض الصحيحة، يعني مجلد بهالطريقة، نجي على حرف الميم نكتبه ميم ميم زين. تنوين الفتح، هذا شنو تنوين الفتح؟ موجود على يمين كلمة المسافة أو المسافة اللي بلوحة المفاتيح، تنوين الفتح، وهذا يحتوي على كل الحركات اللي احنا نحتاجها، ننقر عليه نقرتين الاولى عادية والثانية مطولة، مثل لما نريد نسجل رسالة صوتية على الواتساب، ولكن بس بمجرد ما يفتح لنا نافذة الحركات ما نرفع اصبعنا، ولكن نمسح مسح لطيف على الشاشة، هيجي نروح على اليمنى وعلى اليسرى ولفوق ومننا ومننا حتى نشوف الحركة اللي نريدها. من يقول لي الحركة عفوا اللي اريدها ارفع اصبعي، خلينا نجرب رجوع. تنوين الفتح، تنوين الفتح انقر نقرتين مثل ما قلنا، تنوين الفتح تم الاختيار، تم زين، شدة ارفع اصبعي، انا اريد ضمه كسره، ضمه هاي ضمه، ارفع اصبعي منها عفوا امسح باصبعي، من قال لي ضمه رفعت اصبعي، صارت ميم بديلة مخفية عليها ضمه زين. نجي للجيم، جيم جيم مو ج، الجيم عليها فتحه، ولكن اني من جربت ان حطيت فقط فتحه، واللام حطيت لها شدة وفتحة مثل ما هو طبيعي ما قرأها بالشكل الصحيح، فراح نحط أيضا شدة وفتحة على الجيم، شلون؟ رجوع تنوين الفتح، تنوين الفتح أحرف بديلة تنو شدة فتحة، خلي شدة شدة أرفع أصبعي، طبعا أول شيء نكتب الحرف وبعدين الحركة، أوكي؟ تنوين الفتح بعدين أيضا تنوين الفتح فتحة فتحة صارت مو ج زين، اللام دال لام أحرف بديلة لام رجوع تنوين الفتح، تنوين الفتح أيضا شدة أحرف فتحة شدة بعدين تنوين الفتح فتحة فتحة فتح. وبعدين الدال دال دال زين، خلينا نحط مسافة، مسافة مجلد، قال لي مجلد هالمرة نطقها بطريقة صحيحة، خل أمسح المسافة، مسافة وخلاص رجوع، مسجل الصوت، طرق النطق، صارت الكلمة إقرالية بشكل صحيح، خلينا نجرب رسالة كتابي مجلد تنزيلات، قال مجلد تنزيلات، قالها بطريقة صحيحة، أوكي مسجل الصوت، هذه كإضاءة تقنية خصوص طرق النطق اللي قلنا تفيدنا بذني الميستين، حياكم الله وإن شاء الله تكونون بألف خير. التحميل الآن BTN tag التحميل BTN tag BTN stop large